أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض بشرى لهم؟ ما في شك أن هذا بشرى لهم وتسلية لهم، لأنهم سيلقون الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض. ما قال لعلكم تلقوني على الحوض، بل قال حتى تلقوني على الحوض، أخبر خبرا جازما أنهم سيلقونه على الحوض رضي الله عنه. نعم.